أهلا وسهلا بكم مجددا ومشاهدين الكرام عبر قناتكم الأردن اليوم لمواصلة الحوار والحديث عن هذه الذكرى الغالية علينا جميعا وهي ذكرى الاستقلال 71. اليوم نحتفل بهذه الذكرى ونحن نستذكر تاريخ الأردن العريق الذي امتد على مدار السنوات الماضية والذي حمله الهاشميين بأيضا سواعد الأردنيين من شتى الأصول والمنابت الذين أصروا على بناء دولتهم والحفاظ على هذا الإرث وأيضا المضي في بناء وتطوير الدولة إلى الأمام بالرغم من كل ما أحيط بالإقليم من ظروف صعبة. اليوم أيضا نستضيف أحد الوزراء السابقين والأكاديميين المعروفين وأحد رجالات الدولة الذين أيضا كان لهم مساهمة في بناء الدولة عبر المواقع التي تقلدها ضيفنا اليوم. واسمحوا لي أن أرحب معكم بمعالي الدكتور كامل محادين وزير المياه السابق والأكاديمي وفي جامعة أيضا الجامعة الأمريكية في مادبا. صباح الخير دكتور. صباح الخير الورق معك. صباح الوطن الجميل يزهو بأمثالك. الله يخليك يا دكتور. أمثال أبنائه كلهم الخيرين. معاليك أنت سياسي وأكاديمي وفنان، يعني كيف يجمع دكتور كامل محادين، كيف يعبر لنا عن هذه المناسبة الغالية التي كل الأردنيين يلتفوا اليوم حول قيادتهم بهذه المناسبة؟ أولا كل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. عيد الاستقلال مناسبة وطنية. نعم. في كل دول العالم تزهو الأوطان بعيد استقلالها. صحيح. أعتقد أننا في الأردن في منطقة محاطة دوما بمشاكل. صحيح. فلذلك نعتز دائما أنه كل يوم في الأردن هو يوم استقلال لنا، كل يوم في جديد لنا. هناك فرق بين استقلال دول واستقلال أوطان. صحيح. الأردن استقل كدولة قبل 71 عاما، ولكنه أيضا استقل كوطن لأنه حمى وكان مكان للرفادة لجميع العرب في المنطقة المحيطة فيه وخارج المنطقة المحيطة بالشرق الأوسط. نعم. الأردن اسم طيب، لكن لازم يكون لكل شيء كلام طيب يذكر بالخير. الهاشميون كان لهم الدور الأكبر في رفع سوية الأردن ورفع سويتها عالميا، من الجد المؤسس إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره. سيدي الوطن بنى مجموعة كبيرة من أبناء الوطن. آلاف من الرجال والأمهات الولود والعسكر والقضاة والحكام الإداريين والإعلاميين والصحافة التي كانت مسموعة قبل أن تكون مرئية عندما كان جبر حجات وغيره وأمثال وبعدين غالب الزعبي ومجموعة من إخواننا صباحا بعد مرات كانوا يطلعوا الصبح. نعم. يرسموا إلنا لا في تلفزة ولا في كان المذياع. صحيح. في الستينات يعطينا بعض من هالقصائد الطيبة فنرسم صورة الأردن، وهذا ما هو في ذاكرة المكان والزمان. نعم. كأكاديمي وكفنان أو نعم. كمعماري وك كيف ترسم لنا الصورة؟ وزير قبل حوالي عام صدر إلي كتاب في أوروبا بإيطاليا بالعربي والإنجليزي اسمه ذكريات مرسومة. جميل. إذا سمحت لي بس أقرأ طبعاً. بداية شيء من طبعاً. ما ذكر عن الاستقلال أو الوطن، لأنه الوطن الله عليك يا وطن، الاستقلال هو الاستقلال بمعنى حرية الوطن والمواطن، الاستقلال العزة والكرامة والتضحية والمحبة. نعم. الاستقلال سيدي ذاكرة المكان والزمان، كنا في الكرك إخوان وما عمره حدا زعل حدا ولا عمره حدا كسر خاطر حدا منا، كنا زمان أهل وإخوان وما عمر عمي غلط على ابن عمه ولا الطاول ولا لعن، كنا زمان نتغنى مين فات الدار وتعلل عنا وحكى كلام الطيب ورفع معنوياتنا، كنا زمان نحسب حساب القلم والدفتر ونعطي كتبنا لإخواننا وما عمرنا مزعنا كتبنا. الله عليك يا وطن، صار الوضيع أحيانا إلو صدر الدار، صار الكذوب يدور على مقعد في حوشها، الله على دورنا وحيشانها، ما عمره هامل أكل قمحها أو عتب درجها، الله على الأيام اللي كان فيه أماتنا ترفع شعار الطيب وتدافع عن أولادها، الله على الأيام
كنا ننتظر طلة أبونا ساعد زمن يرفد ويحن على عياله. حتى الفرح كان له طعم، حتى الفرح كان له طعم كايف وله معنى، وما كان الحسد ولا حتى الخبز له خبز عنا. يا عيال عمي ويا أهلي وين ما كنتوا في ربوع الوطن، خلوا المحبة تسطر أيامنا، يا رب ارفع من عزائمنا وخلي الجميع يلتم على محبة أردننا. يا رب احمي بلدنا وكبر عقولنا، نستوعب بعضنا حتى نحمي دورنا. هذا الوطن وطننا، والعسكر عسكرنا، والجيش جيشنا، والأهل أهلنا. صح لسانك سيدي. صباح الوطن والاستقلال سيدي، صباح الهاشميين، صباح كل مسؤول تبوأ وأجاد وأتقن. يعني اليوم معليك نحن أحوج ما نكون للرجال المخلصين في يعني الأردن منذ أن استقل، وهو يبني لبنة لبنة بالقيادة بفضل القيادة الهاشمية. الأردنيين فعلا هم بنوا وطنهم بإيدهم في بالرغم من شح الإمكانيات. يعني كيف ترى لنا مسيرة البناء والإصلاح على مدار السنوات الماضية معليك، وأنت عاصرت مؤسسات الدولة وكنت توليت وزيرا أيضا، وفي المنصب الأخير كنت رئيسا لسلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وكيف ترى البناء في الأردن، وكيف ترى بناء التطور ومسيرة الإصلاح الاقتصادي والسياسي؟ سيدي أولا بداية الخمسينات، خلينا نقول التركيز على بداية الخمسينات مع مجيء جلالة الملك حسين رحمة الله عليه، وكانت الحركة في بدايتها لوضع الأردن كمستقر في المنطقة ولبنة كبيرة. وبدأت في نهاية الخمسينات بعض من مؤسساتنا، مؤسسات الموانئ، في بداية الستينات بدأ التركيز على التعليم، وأول خطوة تبعها النظام التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية. فجاءت الجامعة الأردنية وجاءت خطى التعليم، وزامن ذلك أيضا خطى الخدمات الصحية في نهاية الستينات والسبعينات، وبناء المؤسسات والخطط التنموية الاقتصادية اللي كانت في بداية السبعينات. زي ما حكينا مراحل البناء للأردن، بالرغم من شح الموارد، بالرغم من الظروف المحيطة، بالرغم من تكالب البعض على هذا الوطن، بالرغم من المؤامرات التي أحيكت ضد هذا الوطن، استطاع الأردنيين أن يقفوا وقفة طيبة في كل المواقف. صحيح إحنا الآن بنشوف إنه في وضع، في ناس كثير بيقولوا متردي، أزمات، صحيح، وفي فساد، وفي في 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 في، بس سيدي خليني أقول لك كل هذا ظهر على الصحة لوجود ما يسمى بالسوشيال ميديا والإعلام وتداول الأجهزة اللي بين أيدينا. ولا كمان في الستينات والسبعينات كان تجاوزات وكان في فساد وإلى آخره، يعني كان موجود أصلاً، لكن موجود. لكن الآن مع العلم، مع التقدم بالعلم، مع مطالبة المواطن، قلت لك استقلال المواطن، لازم نعرف أنه في عسكري وفي عامل وفي شرطي وفي هذول الناس، وفي مدرس وفي ممرض، هذول الناس أيضا يحتاجوا إلى أن نرفدهم، أن نرفع سوية الموظف. لنهاية الثمانينات كان هناك احترام كامل للموظف الأردني، وكان يعتز. لما بلشوا في الستينات كنت تكيف لما تكون مخلص مترك ويروحوا يعينوك في الحكومة وتفتخر أنك موظف حكومة. في صورة لوالدي كان مدير جوازات، مأمور جوازات في القطار، نشرتها تاريخ الأردن بدون ما أعرف قبل حوالي 6 شهور، كندامه ولبسه والجوازات بجنبه، كان الأستاذ يلبس وهيبة الموظف وهيبة العامل، قرشه بكفيه في خير. الآن المتطلبات تزايدت وصار هناك عندنا مشكلة في حماية الموظف البسيط. أنا عندي عادي براجع المؤسسات الحكومية في عمل، في أي عمل للعائلة أو لشركتي الاستشارية أو لعملي، أو أجد هناك امتعاض في بعض المواقف، بدنا لازم نصحى لبعض الأمور، يعني نحتاج لوقفة مراجعة وتقييم الأجهزة في ذكرى الاستقلال، في ذكرى لازم نراجع بس الأداء الإداري. المنظومة الإدارية بدأت تتآكل. برعمنا أجهزتنا إلى درجة بعد مرات ما في سيطرة عليها. رحنا على العقبة الاقتصادية الخاصة في ظرف الربيع العربي. الهدف هناك كان استيعاب، مرحلة استيعاب، مساعدة، النزول للشارع، ربط السلطة في المواطن في العقبة. صحيح لما تركنا العقبة أبعثت، أنا كتبت لهم وقلت للمجموعة لما نشرت خاطرة، قلت لهم أعتذر إن قصرت. ما في مسؤول ما بيقصر.
ما في حدا كامل، لأنه أنت ما عندك برنامجك، عندك عملك، لكن الظروف المحيطة فيك أكبر منك في بعض الأحيان. صحيح. ومع ذلك أرى في الأردن هنا قيادات طيبة، أرى في الأردن سيدي دائما بنقول والله اللي في الطنجرة بتطلعوا المغرفة. صحيح. بس بعد مرات المغرفة لو تطيح تحت الهبرة واللحمة بتكون دائما في. صحيح. تطلعها، بلاش نأخذ رقاقة ونأخذ المية. صحيح. ونحطها تطفو. يعني اليوم احنا بحاجة الى نعم وقفة مراجعة مع علي. ولا نيأس، ما في المسؤول اللي ما بتقدم المواقع في ارض الموقع وبطيح وبيشوف وبيزور دلاغة وصبحة وصبحية وام القطين. في ناس كثير بيقول لي بتضلك تعيد هذه الاسامي السبب. قلت السبب انا والله مواليد الكرك، فخر الي، لكن انا تجميع الاردن بضفتي. ابوي كان حاكم اداري 37 عام، فكنا ننتقل معه. فدرست في دير ابو سعيد وفي كفر سوم وإلى آخره. فأنت لما تعرف مناطق المملكة تعتز فيها. صحيح. لما تساعد المواطن ترى أكبر شعار ووسام على صدر أي مسؤول يشيل الظلم عن مواطن. لو شال عن 10 مواطنين في خدمته 6-7 أشهر شيء كبير. نعم. سيدي في نظام فرصة، في نظام عمل، في نظام تشغيل، هناك أنظمة. قبل حوالي 4-5 سنين دوجونا في بدنا نشغل وبرامج التشغيل. نعم. ثلاث سنين و إلى آخره. يا آخر سنة ما احنا سامعين لا في برامج تشغيل. صحيح. ولا شايفين في برامج تنمية. وبعد مرات احنا مسؤولين، بعد مرات ترى مضلنا نحكي بين بعضنا. نعم. ولذلك وفي قاعدة الهاشميين في رأيي أنهم سادة حلم مش بس سادة حكم. نعم. في كثير ناس سادة حكم، مسؤولين ورؤساء وملوك بتلاقيهم، لكن أن تسود بالحلم والاستيعاب هذه قدرة ترى صعبة. فشوف في خمس سنوات شو صار فيه. صحيح هناك تجاوزات في بعض الأحيان من بعض أجهزة الدولة. نعم. من بعض، لكن كل هذا ممكن أن يصلح بالاستيعاب والحوار. صحيح سيدي، ما في حوار ما في تقدم. طيب معاليك، اليوم جلالة الملك في السنوات الأخيرة يعني أصدر، كان في هناك توجيهات لكن رافقها الأوراق النقاشية المتعلقة برسم خارطة الطريق لهذه الحكومات التي أتت وتسلمت زمام الأمور. ما هو المطلوب من هذه الحكومات اليوم؟ يعني جلالة الملك يسبق هذه الحكومات في نظرة ثاقبة، دائما سابقهم في التطلع إلى الأمام والنظرة إلى الأمام. هل تلتقط الحكومات هذه الرسائل الملكية والأوراق النقاشية التي تعد خطة الطريق جاهزة للحكومات؟ أعتقد سيدي أنه كل كتب التكليف سامي تتمحور في استراتيجية واضحة، حماية مصالح ومصلحة الوطن واستيعاب المواطن وتقديم الخدمة الأمثل له. نعم. وفي مثل دائما بالإنجليزي بيقول think big start small، وبتبني على هاللبنات. احنا عندنا لبنات كثير. نعم. الحكومة بعد مرات احنا ما بيحالفنا الحظ في استمرارية بعض المسؤولين في وزاراته. نعم. انا اعتقد الوزارات الخدمية، انظر الى الوزارات اللي فيها هناك هدوء واستمرارية لأحد الوزراء فيها، بيكون فيها إنتاج طبعاً أو إنجاز. أنا بضرب مثال، بجوز ناس يزعلوا يرضوا، ما مش أنا بطلع على وزارة الأشغال، بطلع على وزارة المي، بطلع على وزارة التربية. لما أخلي واحد 4-5 سنوات يجب أن يكون هناك استمرارية، بتلاقي في استمرارية، لأنه هذه وزارات خدمية، هذه وزارات تعليمية. أنا ما بقدر كل 6 أشهر أو 4 أشهر أغير الوزير لسبب ما أو لسبب، إلا إذا كان هناك خلل واضح. نعم. الحكومات بدون استثناء كان التقاطها لمجموعة من هذه الأوراق أو ما ورد في النقاشات ما هو على المستوى المطلوب، لأنه مش مخطو تجي وتسوي لجنة أو نجتمع في البحر الميت أو العقبة ونقول والله بدنا ندير. هذا ليس الحوار. صحيح. سيدنا البارحة كعادته قبل حوالي 4-5 سنوات أنا كتبت مقالي مسافات ما بين ملوك وملوك، ومكتوبة في هذا الكتاب. نعم. رح نقرأها إن شاء الله. مش كل ملك ملك، ولا كل رئيس رئيس، ولا كل وزير. صح. وزير. نعم. الملك بشبقنا، وإحنا عادة بعد مرات دك تركض ولا سيدنا بتركض، لكن بعد مرات لا تزعل مني، بتلاقي 50 واحد قاعد بقضبك من وبرجعك 20 خطوة للوراء. نعم. إما عن قصد، إما عن غير قصد، إما سيدنا مبارح حكم طلع بهيك بكلام يتحدث عن الشباب. نعم. الشباب محور الوطن الآن. نعم. الشباب سيدنا بما معناه بقول إحنا بدنا نحاور الشباب، إحنا بدنا نرجع نحاور الشباب بفكرهم، بكلامهم، نعرف بعقليتهم. نعم. مش بعقليتنا. نعم. وكان أحد هذا كتابة هذا الكتاب اللي هو ذكريات مرسومة،
أنا كنت وقت قبل ما رئيس السلطة ب 2011 كنت في ثورة 23 في ثورة 25 يناير في القاهرة بحاضر في جامعة القاهرة. نعم. بعد المحاضرة وكان فيها 800 طالب ومهندس وهيك والهجوم اللي كان بالحديث وأنا قلت لهم ادخلوا مصر بسلام آمنين لا تخافوا من الربيع العربي وكنا نحكي أنا بحكي بتفاؤل في مينتي. بعد ما طلعت بعد شهر بدأت بكتابة هذا لأنه يجب أن نستمع لهذا الجيل لأنه هذا الجيل الذي سيبني المستقبل وفي قاعدة. نعم. ستينات خمسينات ستينات سبعينات ثمانينات كان الحاكم الإداري مدير الشرطة يدير المنطقة. صحيح. لا في تلفزة ولا في تلفون ولا في نقال ولا في كان وبده ساعة لما يرنوا لأنه سيدي كان هناك إرادة في فرق لا مش بس إرادة ذكاء السلطة أم سلطة الذكاء. نعم. كان عندهم سلطة ذكاء لأن السلطة ذكية دائما عندها أجهزتها وعندها قواتها وعندها نعم. الجهاز الأمني لكن كان المسؤول مهما كان القاضي الشرعي المدعي العام مدير الصحة القائم مقام كلاتهم كانوا يديرون بسلطة ذكائهم نعم. ويجتمعوا ويحلوا أكبر مشكلة ممكن أن تواجههم لذلك الآن افتقدنا إلى ركائز كبيرة في العمل الإداري نعم. والعمل الحكومي وإذا بدنا نستمر بالتقدم التواجد في الطفيلة والتواجد في معان والتواجد في دير أبو سعيد أعتقد إخواني الوزراء والمسؤولين لا يكفي فقط إنه نقول بدنا لا مركزية نعم. سوينا العقبة بدنا لا مركزية مبدأ سيدنا لا مركزية وبدنا العقبة استقلاليتها حتى تستطيع أن تتقدم نعم. سيد العقبة ما عندها مشكلة من العقبة من ذلك مشكلة نعم. العقبة من المركز في عمان تدخل بعض تدخل. الناس في الحكومات في رئيس السلطة وإرباكه مرة بدنا وادي عربة معكو مرة وادي عربة مع سلطة وادي الأردن لا بدنا وادي رم تضيفوا جزء منها لا بدناش تروح يعني لا عدم الاستقرار في القرارات والتشريعات صرنا نخول إن بدنا نعطي أرض حسب الأصول للمستثمر صرنا نخوله بالقانون وبقول له بحق له كيت كيت فلذلك الكل بدأ يتراجع وفي ظاهرة حكاها سيدي عبد الله يطول عمره جلالة الملك صارت ترتجي في الزلم لما بدأ توقع صحيح. صار في تردد المسؤول لازم إذا قرأ واطلع لازم يأخذ قراره عدم اتخاذ القرار أحد أسباب العقبة في خمس سنوات قبل ما أستمر معه هو عدم نعم. اتخاذ قرار أو تأجيل وترحيل قرارات وحكيناها ومع ذلك نحن لا نتحدث عن منصب أنا استلمته أو لكن نتحدث بالمجمل يعني على حالة نحتاج اليوم يعني إلى نحتاج إلى من يمسك زمام الأمور نعم. بالعمل في الميدان نعم. سيدي طف المواطن لما أنت تروح وتشوف أنا كيف كنا نستوعب أنا والمحافظ ومدير الشرطة ومدير المخابرات كيف كنا نستوعب الشارع بالعقبة أو تستوعبه في فترة الربيع كيف أربعة خمسة ننزل مع بعض وننزل على الشارع الناس يشوفوك لا بتمشي في الشارع المسؤول يجب أن يتقدم المسيرة ينزل على الشارع ويقعد عند فلان ويزور التاجر الفلاني ويشوف شو بصير على المق ما بقدر بس أقول أنا هذا مو معنى إنه في ناس يقول لا ما بصير وبتبتعد وبتعد عن اللي هذا وأنت وخليك في مركزك شو بتقلل من قيمتك أنت بتقلل من قيمتك إيش من قيمتك بالعكس هذا ما هو عندنا قدوة هذا هو العمل مش بتقول في قدوة في البلد نعم. قدوتنا جلالة الملك صحيح. صح سيدنا في أكثر من 30-40 فرصة ما بتشوف غير طولها في النهار نزل طاع على بيت قديم طاع على صحيح. ناس معدمين طاع عندهم وضعهم وحكى معهم وحل هالإشكال وحلوا طب أنت مسؤول وتستطيع ولديك الموازنة إنك تحل أعتقد إشكاليتنا احترام الحوار نعم. الشباب التركيز عليهم رفض الجامعات يا سيدي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة أجهزة كبيرة جدا كمان بدأت تتراجع لازم ترتبط مع الأجهزة الحكومية بالتعاون وإقامة ورشات عمل نعم. تدريب تشغيل يعني تطيف. نحتاج إلى بناء جيل فعلا واعي وأن يكون لهذه المؤسسات دور في البناء حتى شو عندك نعم. مشاكل نعم. أيضا هناك في دور كبير جدا للإعلام نعم. سيدي الإعلام المسموع والمرئي الاحتفالية ليست ب فقط حديث صحافي نعم. صباحي أو بأغنية صحيح بيجي يوم الاستقلال كنا بنهف في الاستقلال بنحكي بعد يومين هي لازم أن تستمر على مدى العام كله ما معنى الاستقلال نعم. في مرة قالوا ليش قلنا الأردن أولا ليش قلنا هذه طلعت قبل 8 سنوات نعم. صحيح سيدي صحيح هذه بديهيات بس البديهيات عندما تذكر فيها تحمي الوطن فيها صحيح بتظلك تحكي فيها بتظلك تقول فيها
زي ما انت اليوم لابسين احنا الشماغ الاحمر، احنا بنحكي عن شعار، بنحكي عن علم، بنحكي عن رمز. الملك رمز. كلما ادى المسؤول وصار الناس محبتهم للنظام وللهاشميين تأتي من محبتهم وأداء المسؤول. نعم. إذا المسؤول أبدع على أرض الواقع الكل بخير. ما كنا بنصير نحلف بحياة الوطن وبنكون مرتاحين. يعني ما عليك، إحنا لم نبدأ من الصفر ولا لسنا بحاجة. لا 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 لا. نحن لدينا الكثير من الإنجاز. الإشي الثاني، الحكومات سيدي لا تتحدث عن إنجازها. نعم. مع الأسف الحكومات لا تتحدث عن إنجازها. قلنا هالطريق الصحراوي اللي على عمان دي أسألك. طب احنا سوينا هالعقبة، طريق من وادي رم من معان للعقبة صار لها 16 سنة بشكل رهيب ممتازة. شمعنا نفذت صح، كان في رقابة صحيحة أيضا على التنفيذ وعلى العمل. بس في رقابة، في رقابة، في أداء، في ضمير، في مخافة الله. مخافة الله سيدي، أنت لما بدك تشتغل بده يكون عندك شغف العمل، بدك تشتغل بموتيفيشن، بحوافز. هلا صحيح عندنا مشاكل، صحيح الناس اذا بتلاحظ السوشيال ميديا وكل يوم يطلعوا لي السوشيال ميديا وبدنا نحد من السوشيال ميديا وما بدنا الناس. لا يا عمي لا لا، اذا ما لقاها عندك بده يلاقيها يفرغها، يا اما خارج الاردن يا في صقلية يا في روما يا في باريس، بده يجيني من لندن ويصير ينظر علي من لندن. صحيح. افتح مجال النقد. بعد مرات النقد بكون قاسي، يكون عتب وبيأذي. نعم. بس قول له لا تتجرهم واحد إذا ما عندك أدلة. أما إذا ما صحفي أجتني معلومة، وكمان هذه كانت قبل 2011 و2010 مرت فترة فينا قبل ما أروح على العقبة وكنت ألاحظها. ليش الإعلام، تتذكر الإعلام كان هجومي؟ صحيح. ما كان حدا يفتح بابه للإعلام، كانت الأبواب مغلقة. ألا شوية في نوعية أنه لا انفتحت وهناك إجابة للإعلام، لكن مش على المستوى اللي احنا بدنا اياه. وسيدنا دائما بقولوا افتحوا صدركم، استمعوا للاعلام. اللي بيشتغل صح ما بيخاف. لا انه انت ما بتخاف، ما بتخاف، منك ما بتخاف. ما اخر بتخاف. شيء تقرا لنا اياه معاليك من كتابك الرائع. بدي احاول انا اعطيك يعني بيدي قاموس وطني. نعم. الوطن قاموس للي بده اياه. وعيد الاستقلال اكبر قاموس، لانه صحيح. لما صار استقلالك هو طريقك وخارطتك، هويتك خارطتك صحيح. تعتز فيه من شرقه ومن غربه. نعم. بعدين كنا نقول دائما من شرقه ومن غربه، ما نقول فلسطيني واردني وخليلي ونابلسي وكركي وغربي. صحيح. من اجوا عيال؟ والله اجوا من غربه، اليوم غداهم عنا. صحيح. في عهدتي قلم ودفتر ابيض وخاطره مساء لرسم مشهد عشاء جدتي في قريه. في عهدتي وصيه كتبت لي على مدى سنوات وابتدات مع اول محطاتي الدراسيه. في عهدتي صور لجدي وأعمامي ورحلات فصلية لجبال ووديان كركية. في عهدتي قصص يومية سأسردها في روايتي عن قريتي سمرة وسهول ووديان أردنية. في عهدتي واجب يقتضي مني أن أكتب عنه وأرسم مشهدا واضحا لمن يجيد القراءة والكتابة. جميل. أهي حارة في شارع بولاد في الزرقاء، أم زقاق في بيت لحم، أم دار القائم مقامية في الطفيلة، أم دار ناحية في كفرسوم سحم الكفارات في إربد، أم بيوت وادي موسى، أم وادي الكرك، من أعطى حياتنا أن تظهر بهذه الصورة البهية؟ أهي قصة العسكر أم قصة منزل، أم مدرس لغة عربية في المفرغ الثانوي التي أغنت وغطت؟ أهي قصة حرب مع عدو لم يعرف الإنسانية ولم يعرف ويعي ما هي الأصول الأردنية؟ كلها بيوت عز أردنية اكتسبت صلابة جبال رم وحكمة شيحان وروحا بدوية. كلها مرت وتعمقت وأفردت مساحات حب لأرض ارتوت بعرق ودماء عربية. كلها اكتملت ورسمت رواية بألوف الصفحات الأردنية. أمشي وبيدي قاموس وطني الذي لا يعطي ولا يبخل، أمشي الذي يعطي ولا يبخل. أمشي وبصحفتي رفقاء وطن آمنوا بالإنسانية وباللغة العربية. أمشي وبصحبتي أخوة تسند روحي وتعطف على أهلي وترعى كبيرا ومحتاجا
ذاكرة مكان وعطر زمان، زينها أهلها وأكثر الوطن يزين بأيادي أبنائه. صح لسانك معليك، وتشرفنا باستضافتك اليوم في ذكرى غالية علينا جميعا وهي مناسبة الاستقلال. كل الشكر معالي الدكتور الوزير السابق معالي الدكتور كامل محدين، كل الشكر لك. شكر لك، شكر لقناة الأردن، والشكر لكل مسموع، لكل مرئي، لكل مكتوب. الوطن أيضا يزين بأقلامكم وحصافتكم. سلمت معالي، تحية لكم، تحية للوطن، تحية للملك، تحية للعسكر أينما كانوا لأنه جباههم سمر. كل الشكر معاليك. مشاهدين الكرام، ننتقل إلى كلمة لدولة رئيس الوزراء السابق عدنان بدران، ثم نواصل الحوار حول الاستقلال ومناسبة الاستقلال 71.